يقول أحسن الله إليكم، التبرع بالدم هل يجوز بأجرة مادية؟ يجوز إيش؟ التبرع بالدم بأجرة مادية. نعم. التبرع بالدم هل يجوز بمقابل أجرة مادية؟ بيع ما يجوز، ما يجوز بيع الدم لأنه حرام ولا يباع، لكن يجوز التبرع به للإسعاف، إسعاف المحتاجين، ولا يشترط ثمنا، حرام هذا. لكن لو أعطي شيئا لم يشترطه فلا بأس أن يأخذه، مع أن الأولى ترك هذا الشيء. نعم.